فايز السراج تفرد هو ومستشاريه ودوائره الضيقة بالقرار حتى بالمخالفة للصخيرات نفسها التي باتت توصف بأنها ديكتاتورية ناعمة دون مخالب وقمع، ولكن تملك أدوات المال والنفوذ وشراء الذمم بحسب رأي أعضاء في الحوار نفسه. وفي كتاب بتاريخ الأمس فقد ذكر الأخير السراج بأنه وبحسب اتفاق الصخيرات فإن رئاسة الوزراء تتمثل في مجلس رئاسة الوزراء، وهذا المجلس يتشكل من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري الدولة. وقال معيتيك بأنه مع العلم بأن الرئيس وفق اتفاق الصخيرات هو رئيس مجلس الرئاسة، ولا يملك شخص الرئيس صفة رئيس مجلس الوزراء، وحيث أن مجلس الوزراء يرأسه مجلس يسمى مجلس رئاسة الوزراء، فمصطلح الرئيس يطلق على مجلس الرئاسة ولا ينصرف إلى مجلس الوزراء. وأضاف معيتيك بأن رئيس المجلس الرئاسي ليس رئيسا لمجلس الوزراء، وإنما الرئاسة تنعقد للرئاسي بأعضائه وبهيئته المقررة في الاتفاق السياسي، وهو ما تؤكده المادة الثامنة من الاتفاق على أن اختصاص رئيس مجلس الوزراء ينعقد في تمثيل الدولة في العلاقات الخارجية واعتماد ممثلي الدول والإشراف على أعمال المجلس، في حين عقد اختصاص مجلس رئاسة الوزراء على عدة اختصاصات أخرى من ضمنها القيام بمهام تعيين كبار موظفي الدولة وإعفائهم وإعلان حالة الطوارئ وعقد الاتفاقيات والمعاهدات. ويفهم من ذلك بحسب رسالة معيتيق للسراج أنه أينما نص القانون على اختصاص رئيس مجلس الوزراء فإن هذا الاختصاص ينعقد لمجلس رئاسة الوزراء وفق اتفاق الصخيرات الذي نص على انعقاد اختصاصات رئيس مجلس الوزراء. وتابع معيتيك بما أن رئيس مجلس الوزراء وفق اتفاق الصخيرات هو لرئاسة مجلس الوزراء وليس رئيسه الذي لا يمتلك لوحده هذا الاختصاص، وهذا يعني أن رئاسة مجلس الأمناء تكون لرئاسة مجلس الوزراء. وفي ذات السياق فقد قال معيتيك أن المادة السادسة من القانون الليبي رقم 13 لسنة 2010 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار فقد نصت على تشكيل مجلس الأمناء، وقررت رئاسة هذا المجلس رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء وفق اتفاق الصخيرات هو المجلس الرئاسي وليس رئيس المجلس الرئاسي الذي لا يمتلك لوحده إلا اختصاصات محددة وحصرية. وفي خطوة تصعيدية فقد قال معيتيك للسراج أنه وبقوة القانون المنشئ للمؤسسة الليبية للاستثمار وبشرعية اتفاق الصخيرات أساس نشأة حكومة الصخيرات نفسها التي يرأسها المجلس الرئاسي الذي هو كمجلس رئيسا للوزراء، مما يعني بالضرورة أن رئاسة الأمناء تكون لمجلس رئاسة الوزراء، هذا المجلس الذي يختص باختصاصات رئيس مجلس الوزراء. وختم معيتيك مطالبا بوجوب حضور أعضاء الرئاسي ووزراء الدولة لاجتماعات مجلس الأمناء ممثلين لرئاسة مجلس الوزراء، إلا أنه قد تناسى هو الآخر بأن استقالة أعضاء من هذا المجلس الأعرج ووفقا للصخيرات نفسها تعني أنه لا قيمة قانونية لأي قرار صادر سواء أصدره السراج بشخصه وتفرده بالسلطة أو من خلال إجماع ما تبقى من أعضاء، لكنها الانتقائية المدمرة التي فرضها المجتمع الدولي على الليبيين خلال تطبيق ذلك الاتفاق. الجدير بالذكر أن معيتيك قد أرسل لمقرر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار نسخة من هذه الرسالة ليطلب منه إفادته بموعد الاجتماع القادم للمجلس بنية الحضور تنفيذا لما يعتبره حقه الدستوري وفقا للصخيرات الذي لا يمنح السراج التفرد بمثل هكذا صفة. لقناة ليبيا الحدث، سفيان بوغرسة.